أوقاتكم أصدقائي، وأهلا وسهلا بكل المتابعين الجداد انضموا لي على القناة. شرف الكبير أنكم دائما بتتابعوا الفيديوهات اللي بنشرها. لو حابين فيديوهات تانية ادخلوا على القناة، في فيديوهات كثير رح تستفيدوا منها، في كثير رجيمات نشرناها على القناة تابعوها، رجيمات خاصة بشهر رمضان، وصفات لجمالك بشهر رمضان، تابعوا كل الوصفات وإن شاء الله تعجبكم. وصفتنا اليوم حبة على الريق تفقد كل كرش وتخلصك من الأرداف وتخلصك من الدهون وتقوي المناعة وتقوي الشعر. الوصفة كثير سهلة، فقط بتعتمد على التوم وكوب ماء بارد أو دافئ أو سخن بتقدر تستخدمه اللي بدكم إياه. طريقة استخدام هاي الوصفة كثير سهلة. أول إشي بنجيب فص التوم وبنقسمه من النصين وبنبلعها زي الكبسولة، بنبلعها مع المي. استخدموا هاي الوصفة لمدة 30 يوم وان شاء الله تستفيدوا منها. واذا بدكم رائحه التوم تروح من تمكم، ما امضغوا ورق نعناع امضغوه بتمكم والريحه راح تروح باذن الله. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناه من خلال الضغط على الزر الاحمر الموجود باسفل الفيديو. لما تضغط على الزر الاحمر راح يطلع لكم جرس صغير، اضغطوا عليه واكبسوا صح، كل شعار جديد راح انشره راح يوصلكم. ان شاء الله وصفتنا تعجبكم، شكرا لكم كثير.